احنا النهارده بنعد عد تنازلي للذكرى 47 لانتصارات اكتوبر. الانتصارات اللي نقدر نقول فيها انه المصريين توجوا كفاح 6 سنين رجعوا مش بس الارض لكن رجعوا الكرامه. يوم العبور العظيم يوم 6 أكتوبر 73 واحد من ايام العزه والكرامه اللي ما بتتنسيش في تاريخنا. ينفع نقول انه ودي حقيقه انه حرب 6 اكتوبر او نصر 6 اكتوبر بيدرس في اكاديميات العالم العسكريه لاسباب كتيره جدا. لاسباب لانه الجندي المصري اثبت في الحرب دي انه موازين القوى بغير حسابات الناس والامكانيات الماديه. اللي فيها الجندي المصري اثبت انه الروح هي اللي بتنتصر قبل ان ينتصر الناس. أسس المصريين في اليوم ده قواعد عسكرية جديدة، ابتكروا خطط عسكرية بدأوا قبل الحرب ما تبدأ بكتير. انتهى اليوم ده بأنه المصريين حققوا نصر في حرب هي الحقيقة ما كانتش بدأت بس في أكتوبر، لكن بدأت من قبلها يمكن ب6 سنين بعد خسارة لمعركة كبيرة 1967. والخسارة الكبيرة اللي وجعت قلب المصريين واللي عاش الوقت ده عارف وبيحكي لنا إنه سموها نكسة لأنها كانت حاجة فرقت جدا مع المصريين وجعت قلبهم. لكن زي ما بنقول كده الحرب والانتصار ما بدأش في أكتوبر لكن بدأ بعد شهر من النكسة. بسرعة المصريين تعافوا وبدأوا رحلة الكفاح عشان يستردوا أرضهم، وبدأت معاها معارك مصر في حرب هي الأشهر اسمها حرب الاستنزاف، وهي الحقيقة كانت اسم على مسمى. الهدف من الحرب دي كان استنزاف قوة العدو، وكان تمهيد حقيقي للعبور العظيم اللي حصل على أرض الفيروز.